عامله ايه يا حماتي؟ والله نورتينا. الحمد لله. ازيك انت؟ ما اكلتش الاكل الحمد دلوقتي؟ لله. ليه يا حماتي؟ اعمل لك بس، هحط بس باقي الحاجه وجاي. لا ما تحطيش دلوقتي. لا الاكل الحلو يجيب لها كل حاجه، ولا بيجيب لي حاجه ولا بيعمل لي حاجه احسن. خلاها مش مشكله، مش عايزين تمشي. هو كل يوم يجيب لها الاكل ده والاكل ده والفاكهه والحاجه الحلوه كلها، مش مخليها ناقصه حاجه. حتى ما يعدي على امه ويقول لها، ويقول يما انا عايز اي حاجه، وحياه ربنا بقول يما انت عايزه حاجه ولا محتاجه؟ كله على مراته، على مراته، ما فيش غير مراته دي ولا ايه؟ لا الصراحه هي كده احسن، خليها في الغرفه ده، هي مش عايزه. لكن شوف، شوف واحده غير دي، ده ولا بتروق ولا بتعمل ولا بتسال، وعماله تاكل وتشرب وتعمل. كانت لما فكحتنا الدم واحنا ما رناش الا هي، ولا كل اللي الواد اشتغل بيهم عليها، كل اللي احنا نشتغل بيهم عليها هو ايه ده؟ انا عمال اساعد اساعد، واديله في فلوس واديله في ده وده، وهو ما فيش فايده فيه وفيها. روحي يا شيخه خليك تغوري، نرتاحوا منك وما تلقيتك. عرفتنا عرفتنا، عيالها معفنين، هي معفنه، كلهم معفنين، ما فيش فايده، لو ولا نظافه ولا عماير ولا بتروق ولا بتغسل ولا بتعمل حاجه. تقول لي تعالى انا مروقه البيت، عامله البيت، ولا بتروق ولا بتتنيل، قاعده خلاص من غير ترويق ومن غير اي حاجه ومن غير عماير. ما تعرفيش ليه كل حاجة قاعدة فيها كده، ولا بتعمل لا ده ولا ده الصراحة، ولا بتروق ولا بتعمل أي حاجة، وقاعدة خلاص. هو ده برضو الأكل، أدي المكرونة والأكل تجيبه، هو لسه راح تجيب بقية الأكل. تاكل فاخر ذاتك يا تكنصيب أو تبقى تاكل فاكر ذاتها، معرفش في إيه، في حاجة ولا إيه يا ماما؟ مفيش يا أختي، في إيه؟ منورانا والله. ما كفاية الأكل، والله منورانا، كفاية الأكل يا أختي. هجيبلك عشان تتغذى. اتغذى؟ كل انت يا اختي جايبه، بتقول لي اجيبلك عشان تتغذى، جايبه لي الاكل ومش جايبه المعلقه. هي لو عايزه ناكل مش كانت جابت المعلقه؟ ودي ده هي عزومه مراكبيه كده. تعالى كل بس اوعى تيجي، تعالى كل بس اوعى تيجي، عشان انا مش عايزه تيجي. لا كده هي، ما هو عزومه المراكبيه، تعالى كل بس اوعى تيجي، بس كده مفيش اكتر من كده. والله على كل بس اوعى تيجي. تعالي يا ماما اهي، جبت لك باقي الاكل اهو. يلا جبت لي، جبت لي اختي. ايوه ماما ليه، خدي المعلقه كل ده اكل عندها. يلا خدي، وهي وهو ابنها جوزها ما بيجيبليش اي حاجه، جايب لك الحلو كله ولا بيجيب له يعملي. حنيني قلبه على امه شويه. عينيا يا ماما، بس اقعدي كل. يلا اقعد اكل ايه يا اختي؟ اقعدي، ما تسيبيه وانت هتاكلي، هتحطي الاكل وتاكلي كمان. هو ايه؟ ما تقعدي انت. هجيب لك طبق اكمل باقي الحاجه. طيب لا اجيب لك بقى شويه سلطه ولا حاجه جنب الاكل؟ لا انا مش واكله، مش عايزه اكل. كلها ليه؟ كلها انت. لا ليه يا ماما؟ ما انا جاي اكل، انا جاي اكل معاك اهو. يلا لا انا مش هاكل. كلها انت يا اختي، انا مش عايزه. ليه يا ماما؟ طب كلك حتى شويه، حطي كلك حبه شويه مكرونه. لا قولي قولي، يمكن عملت ايه قبلك؟ يكرمك اخر النهار. طب اقعدي بس. يلا لا لا انزلي بس، انزلي. لا ما انزلي كل معايا، مش واكله. قولي انت، انزلي كل معايا. لا ما اكلش، انا مش عايزه. انزلي. لا قولي انت، ما انا هحط الاكل لمين؟ ربنا يكرمك وتموتي ولا حاجه، هنرتاحوا من خلقتك يا شيخ. ما في ماما، ما بتكلم نفسك ولا ايه؟ لا ما بكلمش نفسي، انا بتكلم كده يا اختي. انا مش ليه، انا شبعانه، بصي انا اكله في بيتي، انا شبعانه والحمد لله. ده الاكل جميل خالص. قولي يا اختي، قولي ربنا يكرمك اخر النهار. اللهم، بس الواد معاه فلوس؟ بحول الله رب. انا اللي عملت كده، انا اللي عملت كده في نفسي. الواد ما معاهش فلوس يكفل ولا يكفل ولا يعمل. يلا هي هيجي لها مغص، روح المستشفى حتى عشان افش غليلي فيها، افش غليلي لما تعيا وتروح المستشفى اكون فشيت غليلي. اللهم واكون ايه؟ والله يا حماتي الاكل حلو، انزلي كلي. طيب لا كل انت، انا مش عايزه اكل. ليه؟ عشان انا بطني توجعني واروح المستشفى. ليه؟ ده عنا الاكل حلو ونزل خالص. لا بنتي انا ماشي، انا لا تاكل، تروح المستشفى ولا تموت مرتاحه. مين هجيب له بنت اختي ولا اجيب له عروسه حلوه تريحني في البيت وكله؟ امال اخوتها هاني تقرفني؟ دي قرفاني، دي طول عمرها قرفاني قرفاني. طب يعني مش مخلياني ينفع كده؟ يعني انا اعزمك على الاكل وجيب لك تاكلي لا وانا لا كل نفسي بالهنا والشفا. كل كل ربنا يكرمك، كل ان شاء الله ربنا يكرمها، ربنا يكرمها وتموت، خليها ترتاح منها، ربنا يكرمها وتموت، ترتاح منها. اسكتي، دي قرفاني قرفاني في عيشتي، قرفاني قرفاني في عيشتي. مطبطحة الولد، مطبطحاني، مطبطحة الدنيا بحالها، بس انا مش عايزه اقول. طب تعالي كلك حته كبده، بصي عامله ازاي.
لا كلها انت بالهنا والشفا، انا مش عايزه كل كل ربنا يكرمك في النهار. والله جميله. بس الوضع معاك يمكن تسكت شويه عن وتريحنا وترتاح، لما بطنها توجعها ولا تروح المستشفى ولا حاجه يمكن تريحنا وترتاح احسن ما هي خبسة على دماغها. انا ابوك كده روح الله يسهل لها. انا اروح الواد يجيب لها الاكل ويجيب لها الشرب ويجيب لها الفاكهه ويجيب لها الكبده ويجيب لها المكرونه، والنبي المكرونه بيجيب لها بالشوربه، الكبده بيجيب لها بالقد كده، البطاطس بيجيب لها بالسمك المليان بطاطس، والنبي في عز البطاطس كان بيجيب لها شال البطاطس وحطها وشال البصل يحطها عندها، ما يجيب لي اي حاجه مع الصياح عليا، لا يجيب لي بطاطسايه ولا بصلايه ولا يجيب لي حته كبده كلها، وانا امه وتعبانه عليه ومعلماه ومخليها زي الفل هو واخواته، والله طبحت الدم عشان اعلمه واخواته. يعني حبيبتي مش والله طبحت الدم عشان اعلمه واخواته. مش هتاكلي؟ وقعدهم واعملهم دلوقتي الواد يستخسر فيا الحاجه، بالذمه اللي عنده عيل زي ابني ده اهو، يعمل ايه؟ لا ياكلني ولا يشربني ولا يجيب لي حاجه، ولا يقول لي ازيك ياما، ولا عامله ايه ياما، ولا انت عيانه ولا مش هتاكلي يا ماما؟ مش هتاكلي؟ لا كلي انت يا اختي من هنا والشفا، مش عايزه. خلاص انا هشيل بقى حتى المعلقه اللي انت جايبها كل ده من حبه. لا انا كنت حاطه عشانك انت مش عايزه تاكلي خالص. لا كلي يا اختي كلي كلي، بس انت مالكيش دعوه كلي. مش عايزه اكل خلاص. ما انا حسيت الواد عليا وحصلت كل حاجه، ولا يجيب لي اي حاجه ولا بتاع، وفرح بس لما يعوز فلوس. عمام اي حبيب انا عايز كذا كذا. طب يا ابني هتجيبهم لي انت؟ ده انا ما معيش فلوس ودي فلوس علاج. ماشي ياما ربنا يفرجها، اما ربنا يفرج عليا واقبض اديكي. يروح القبض ويجي القبض ما يديني ولا في عريفه ولا يديني اي حاجه، واديني قاعده مستنيه ان يجيب لي حاجه، ولا بيجيب ولا بيعمل. واقول له يا ابني هات يا ابني الفلوس، يقول لي انا معايا فلوس يا اختي سيبيني، ده انت معاك فلوس اكتر مني وانت هتودي الفلوس دي كلها. خلي بالك لما ابنك يجي انا هقول له ان انت ما قلتش تاكلي. اه قولي له يا اختي قولي له، هو انت عايزه ناكل؟ لا انت مش عايزاني وناكل بعد ما عملت كل ده. انا ما كنتش اختي، انا بطني توجعني. هي ماما حد عمل لك حاجه؟ حد زعلك؟ ما حدش زعلني يا اختي، انا ما اكلش من الاكل ده عشان طعمه حلو والله. لا بالهنا والشفا ليك انت كل انت، انا مش عايزه ولا حلو ولا ده. انا واقفه كل ده في المطبخ عشان. ايوه امال ايه؟ وانا برضو ظبطته، رشيت لك رشه حلوه، رشيت لك شويه توابل كده عشان تاكله. طعمه حلو والله. حلو يا بنتي بالهنا والشفا، ربنا يملاه لك. ده انا عارفه من الصبح ما اكلتش حاجه خالص، دي اول حاجه هاكلها. ما الف هنا والشفا كل ما حتى ما كنتش عشان تعرفي نفسك بس، اللي حماتك بتاكلك وتشربك انت لا بيهون عليكي ولا انت ولا جوزك. فالحين بس هات الفلوس، هات الفلوس كانها قاعده على بنك، مطبعه الفلوس بتطبع واديكم، المطبعه جنب مني، البنك المركزي، اللي عايز فلوس اطيامه اطيامه، اني يخش عليا حتى ببلحيه ولا جزرايه ولا حتى رغيف عيش ابدا، هي وياها. احنا هنا خير ولا بركه غيرك يا حماتي؟ امال ايه؟ بأمارة انت حتى الاكل بس شوفي انت حاطه فيه ايه ولا عامله فيه ايه. اسكت ماله الاكل؟ لا زي الفل اهو. لا اه زي الفل، كل 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 انت بس كل كلي كل انت. لا لا ما انت مش عايزه تاكلي، يلا شيله بقى. لا ما تشيلهوش كلي بس، ما تجيش تعب. لا لا ما انت مش عايزه تاكلي. لا والله ما انت مش عايزه تاكلي بس. لا اكل منه بعد ما رشيت لها بنت، انا رشها لها كلش انا منه بسبب عمليه هي وجوزها. انت عارفه هي وجوزها مش هي لوحدها، جوزها وحش وهي اوحش منه، الاثنين اوحش من بعض، ما تعرفيش الوحشه دي جابوها منين، مع انني والله ما انا وحشه وانا بخيله ولا اي حاجه، واللي في ايدي مش ليا، ودي لده ودي لده واقول بألف انا وشوف اللي ياكل واللي يشرب، والله لكن هم البخل عندهم ما تعرفيش ازاي، لا يرضي يدوني ده ولا ده ولا ده، وفاتحين هاتي 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 يما هاتي يما هاتي يما، اجيب لهم منين وادوهم منين انا مانيش عارف. اعمل ايه؟ وانا كنت انا شغاله ولا كنت ما البنك الاهلي بقى؟ خلي بالك انا اسعى منك والله انك ما كرتيش. ولا انا البنك المركزي اللي عمال بمسح فلوس على البنوك ده هو ايه؟ وانا معايا حاجه؟ هم مش هو ما راهمش غيري؟ هو انا في حد يعمل كده؟ بالذمه اللي عنده عايز زي ابني ده يعمل ايه؟ اللي ما بيخشليش حتى ببرتقانيه واحده، برتقانيه يقول خد يا ماما كل البرتقانات دي، حتى صبع مضي يا اخي وانت طالع بكياس لمراتك وجاي بيه ما يجيبليش حاجه، وسايبني قاعده كده اقول له انا جعانه انا عطشانه ما يجيبليش شيء، حتى اقول له يا ابني تعالى وديني للدكتور وانا فاضي، انا مالي انا مش عبيطي، ما تروح ولا تقعد، انا لسه جاي من الشغل تعبان، انا مش فاضي لك، انا اعمل لك ايه يعني؟ شوفي عيالي ومراتي وبيتي في الذمه، ده كلام يعجبكم الحمايل اللي تحت الواد ده؟ الواد الاسد وقلب اسد ما يعمليش الا كده اهو، ومش عايز يعمل لي اي حاجه ولا يساعدني ولا يقول لي يما ولا اي حاجه.
اعمل فيه ايه؟ روح يا ابني الله يسهلك، مش هدعي لك، مش هدعي عليك، لان انا ده عارفها هتزعلني وهزعل عليك. روح يا ابني الله يسهل لك ويرزقك ويهديك، مش هقول اكتر من كده. ربنا يسهل لك يا ابني ويرزقك ويهديك ويهديك وتبقى ابن بر بامك واخواتك. والله ربنا يهديك وتبقى ابن بر بامك واخواتك، عشان انا ما بحبش العيل الوحش. انا مش وحشه معاه، كل شويه هات يما هات يما، عمال اديلك حتى ما تجيبش من الفلوس اللي اعطيتها لك دي، حتى برتقانه وتقول له خد يما، ما تجيبش حتى جوافه وتقول خدها يما كلها، ما تجيبش اي حاجه كده اهو، كل حاجه اخدها اخدها. انا شطبت المواعيد يا حماتي وخليت كل حاجه زي الفل. ايوه يا اختي، هو ده اللي انت شاطره فيه. وانا اقول لك ايه،